وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدة نصائح إلى أبناء تياره، داعياً إياهم إلى التكاتف في طاعة الله وأن لا يكونوا كالفئة التي انجرفت إلى تيارات سياسية. الصدر خطب أتباعه على لسان خطيب جمعة الكوفة قائلاً: لا تكونوا كالذين تصارعوا على الانتخابات. وقال أيضاً: شكراً لمن سار على النهج وسحقاً لمن شذ عن الطريق. هذا كلام مهم للسيد ومؤلم في نفس الوقت، وعلى القاعدة الصدرية أن تتلقى هذا الكلام بوعي. إلا إنني أقول إني أحب أن نكون أخوة في الله، وأن نكون متكاتفين ومتحابين في طاعة الله جل جلاله، فنكون ممن ترك الدنيا لا كما نرى من الكثير، فإنهم قد انجرفوا في تيارات سياسية وفكرية بعيدة كل البعد عن الدين، وهم يتصارعون فها هم يتصارعون على الانتخابات، فكأن الذي بيني وبينه صداقة، كأنه عدو لدود، والذي بيني وبينه عداوة، كأنه ولي حميم. فشكراً لمن سار على النهج، وسحقاً لمن شذ عن الطريق، فصراط علي مستقيم، وصراط الصدر قويم، فهلموا نتحد تحت لواء الصدرين الشهيدين، وكفانا تصارعاً على الدنيا، فهم من أجلنا مضحون.